السيرة. كرامات جابر لا تنتهي. ترك جابر الحفر وصعد نحو قائده صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. عاد جابر ليكمل حفره، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، فرش الصحابة ماء على الكدية، فقام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوبة بحجر، فأخذ المعول ثم قال: بسم الله، بسم الله، بسم الله، ثم رفع وهوى بكل قوته على الكدية، فإذا هي تتناثر شظايا. ثم فوجئ الصحابة وسط هذا البرد والجوع والقلق، فوجئوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح إمبراطوريتي فارس والروم. بشرهم ولسان حال المنافقين يقول: أي فتح والأحزاب قادمون، أي فتح وقائدكم يربط الحجر على بطنه جوعا، اشبعوا أولا ثم احلموا، وإذا حلمتم فلا تحلموا بفارس والروم. أما المؤمنون فزادتهم البشرى إيمانا ولسان حالهم يقول: صدق الله ورسوله. وأما جابر فأوجعته تقاسيم الجوع على نبيه الذي طالما حدب عليه وواساه وصار له الأب بعد أبيه، فقال: يا رسول الله ائذن لي. فأذن له، فانطلق الفتى عبر شوارع المدينة التي يجوبها البرد والجوع والترقب، دخل بيته ليس هربا كالمنافقين، نادى زوجته وقد تغير وجهه حزنا فقال: ثكلتك أمك، إني قد رأيت من رسول الله شيئا لا صبر عليه، رأيت برسول الله خمصا شديدا، أي جوعا، فما عندك؟ تألمت الطيبة فقالت: عندي صاع من شعير وعناق. ذكى جابر عناقه وقطع لحمها مع أخواته، ثم وضعوها في قدر يسمونه البرمة، وانشغلت زوجته وباقي أخواته بطحن الشعير وعجنه، ثم تركنه ريثما يصلح. ثم خرج جابر لإكمال عمله في الخندق، ثم عاد إلى قائده واستأذنه ثانية، فذهب إلى بيته وتأمل العجين، فإذا هو قد أمكن وأصبح جاهزا للخبز، ثم وضع ثلاثة أحجار يسمونها الأثافي، وأشعل بينها النار، ووضع القدر عليها، وقبل أن يخرج طلب من زوجته أن تخبز، فأوقفته ورجته أن يقلل عدد المدعوين قائلة: لا تفضحني برسول الله وبمن معه. وصل جابر فتهادى وهمس بنبيه: إن عندنا طعيما لنا، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت.
أنصت صلى الله عليه وسلم لكلمة طعيم فأراد استيضاحا أكثر فقال: ما هو وكم هو؟ قال: صاع من شعير وعناق. هنا نطق صلى الله عليه وسلم وحيا فقال: ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور. في ظلال السيرة.